عملية التحويل المصغر للمعدة عن تدبيس والتكميم، حضرتك قلت لنا في من شوية يعني إن فعلا فيها مميزات كتيرة، أو ليها مميزات كتيرة جدا، إن المريض بياكل حلويات وبيشرب المياه الغازية بكميات كبيرة جدا، فدي الفرق بينها وبين التدبيس أو التكميم. إيه مميزات برضو عملية التحويل المصغر للمعدة أكتر من هو كده؟ أول حاجة عشان هي تعتبر عمليتين في بعض، تصغير وتحويل، فأنا ما بحتاجش أصغر المعدة قوي. دكتور بتعمل في نفس اليوم؟ المريض هي بيبقى في نفس العملية اليوم؟ بتاخد ساعة، ساعة ونص. لا، المريض بيقعد يومين في المستشفى، والتكميم برضو بيقعد انا يومين. قصدي يعني في عملية واحدة. لا، هي عملية واحدة، هي الخطوتين بيتعملوا في عملية واحدة، تصغير المعدة وتوصيلها بالأمعاء. عشان انا مش معتمد بس على تصغير المعده زي التدبيس والتكميم، فانا ما بصغرش المعده قوي، لان عارف ان في خطوه اضافيه هتقوي لي العمليه تخليها اقوى من التدبيس والتكميم، اللي هو ان انا بوصل الجزء ده بالامعاء، فبسيب حجم المعده اكبر، وبالتالي مريض التحويل مش عرضه للترجيع ان شاء الله، مش عرضه ان هو ياخد فتره طويله على ما يرجع للنظام الغذائي بتاعه. كمان المريض من الاول بيحس ان هو مفيش تغير قوي طرأ عليه. التدبيس والتكميم بيقعد ممكن شهرين ثلاثة على ما يبتدي يرجع يتعود. للوجبة شبه الطبيعية بتاعته. دي ميزة اخرى. التحويل على مدى 20 30 سنة مضمون اكتر. كنت لسه اسال حضرتك يا دكتور، التحويل بيغير وكده، بيحصل بعد العمليه تغيير دايم، بس التغيير ده بيبقى قابل للرجوع في المستقبل ولا لا؟ هو كده كده المعدة اللي احنا صغرناها لازم بتوسع تدريجيا درجة معينة. يعني احنا في التكميم مثلا بنعمل المعدة 20% من الحجم الأصلي، وبنستأصل 4 أخماس المعدة. المريض بعد 3 شهور بيوصل حجم المعدة ل 25%، وبعد سنة بيوصل للتلت 33%. المفروض ان هو يكون خس وزنه المطلوب في خلال السنة دي، ولما يوصل للتلت يثبت على وزنه. في بعض ناس المعدة ممكن توسع أكتر من كده، وبالتالي المريض ما يخسش كفاية وممكن يبتدي يرجع في الوزن. الكلام ده بيحصل بنسبة 5% أو 4%، مش نسبة كبيرة. التحويل ما يحصلش فيه كده. حتى المعدة لو وسعت بنفس الدرجة، لو هو المريض ده معدته من النوع اللي ممكن توسع أكتر، عندنا الخطوة الإضافية تمنع إن هو يرجع في الوزن، دي وهي برضو من مميزات إن مفيش التحويل. امتصاص. طبعا عملية التحويل الحقيقة هي مميزة عن كل الجراحات، بس مش معنى كده إن احنا بنقول إن كل الناس تعمل تحويل وخلاص. ليه؟ طالما التكميم يكفينا وهو يعتبر عملية من خطوة واحدة، خلاص بنقول كفاية، مش محتاجين. اللي ممكن يميز أي عملية أو الحاجة الإضافية اللي التحويل بيحتاجها إنه بياخد فيتامينز لفترة معينة وبعد كده بيبطلها. ما اعتقدش ان ده عيب في العمليه، لان كون المريض ياخد فيتامينز كنوع دي من حاجة الريبليسمنت مفيدة ليه ما طبعا. فيهاش مشكله خالص. الى جانب ان التحويل المصغر مختلف عن التحويل القديم، ما بيحتاجش ياخد فيتامينز العمر كله، فترة بياخد ست معينة. شهور بس، وبالتالي الموضوع ده برضو كمان اتحل. فاصبح الحقيقه كل المميزات لو احنا بنقارن التحويل بباقي الجراحات، لا، التحويل مميز اكتر على المدى البعيد، هو المضمون اكتر. ما بشترطش على المريض ان هو يكسر من الحلويات والعصائر، ما بشترطش عليه انه يقل من يقلل هذه منها. الحاجات، لا، ياخد راحته والعمليه ديورابل شغاله معاه. وحتى المريض لو حرقه قليل جدا، مش هنقول بقى العمليه 6 شهور او سنه وهيبطل يخس، لا، هتفضل شغاله معاه لغايه ما يوصل للوزن المثالي بتاعه.